تمكين الشباب وتأهيلهم للعمل السياسي مش مجرد شعارات، ده هدف أساسي على رأس أولويات الدولة المصرية اللي بتحاول تنفذه من خلال مجموعة برامج وفعاليات، منها نموذج محاكاة مجلس الشيوخ اللي أطلقته وزارة الشباب والرياضة لأول مرة السنة دي تحت شعار الواقع السياسي والاقتصادي المصري رؤى فرص تحديات، واللي بيدي فرصة للشباب في رسم خارطة المستقبل وإنهم كمان يقدموا حلول في ملفات سياسية واقتصادية مهمة. هنعرف النهاردة تفاصيل أكتر عن المشروع المميز ده من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، دكتور محمد جمال الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، والمهندسة ريهام محمد مدير عام مساعد بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات. أهلا بكم ومنورين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلوني أعبر الأول عن سعادتي بهذا النموذج وبمثل هذه النماذج بشكل عام، لأن هي الحقيقة بتؤهل وبتثقل مهارات المواطنين للانخراط في العمل السياسي بشكل كبير جدا، وبيكون لهم ادوار طبعا في المستقبل القريب. خلينا نبدا مع الاستاذ ريهام. نموذج محاكاه مجلس الشيوخ، احكي لنا كده عن الحكايه، بدات مع حضرتك ازاي؟ تقدمتي ليه؟ هي بدات امتى؟ تقدمتي ازاي؟ يعني هل انت معينه ولا منتخبه؟ احكي لنا كده شويه. طيب، اولا اشكركم على الاستضافه دي واشكركم على وجودنا في البرنامج النهارده. العفو يا فندم. انا معينه، فطبعا اوجه الشكر اولا لسياده الرئيس السيسي على ان هو تمكين الشباب وانه اتاح لنا المجالات دي كلها، وعلى وزير البترول لان هو رشحني من ضمن الناس رشحنا لهذا المجلس للنموذج، ورحنا عملنا امتحانات. اخترت انا ليه؟ انا وزمايلي، انا وزميلي اللي معانا اخترنا لان احنا كنا من برضو برنامج تاني جوه وزاره البترول بتاع قيادات الشابه والمتوسطه في وزاره البترول، فعشان كده بقول لحضراتكم هو اوريدي اختارنا من مجموعه عشان خاطر نمثل الوزاره في هذا النموذج. احنا رحنا عملنا امتحانات ضمن مجموعه كبيره من احنا 100 معينين ممثلين عن الوزارات المختلفه، عن الكنيسه المصريه، عن الازهر، عن محافظات مصر كلها. عملنا يعني مقابلات شخصيه وبعتنا السي في بتاعنا واتكلمنا مع ساده مستشارين وساده يعني مساعدين من وزاره الشباب والرياضه. بس وبعد كده طلعت النتيجه بمين الناس اللي عينهم سياده الوزير، اللي اختار ان هم الناس دي اللي هتمثل النموذج المحاكاه، هتمثل مجموعه المعينين من نموذج المحاكاه.